هي وما يقولوا لي انت كذاب، وفي الاخر كنجيب لهم على الحقيقه في الدقيقه. يا قلتوا بان عزيز ولدي، ها انتم غتشوفوا بعينيكم وغتثبت قدام العالم بان داك الدري ماشي ولدي، وغتعرفوا بان داك الشريبه العفيفه مالها وشنو خصها شنو كانت كدير، هذاك الشيء كامل غتعرفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار ديال المحكمه. ولا دي ان حنا بغينا لا دي ان، كنطالبوا بلا دي، حنا مغاربه انا واحد من الشعب بغينا لا دي ان، بتعرف خينا ولد من. ومني غتخرج لا دي ان انا غنقول لك شكون هو بوال، غنقول للمغرب كامل شكون هو الاب ديالي. سلام. المهم غيعرف انا نقول للعالم، نقول لك شكون با، وباش يعرف انت، باش يعرف بانني انا راه ماشي كذاب، ما كنكذبش عليه، وانني انا واحد الانسان ما كنظلمش ليه مو، فهمتي؟ كيقول لك انا كيضرب ليا ماما، انا ما كنظلمش ليك مو، كان مو راه هي حياتها، كانت كتعيش حياتها ما هذه، ما وانا كنت كنعيش حياتي حتى واحد، الحياه ديال الله سبحانه وتعالى، ما ظلمتها، ما سبيتها، ما عيرتها، ما قلت حتى شي حاجه. انا قلت انت ماشي ولدي، هو اللي مخرجها من السبيطار، هو راه قال لك انت خرجتي من السبيطار، من السبيطار. ملي كتبقى جبدي في السميات انت ديال هو، حيت هو قال لك الله يبارك فيك، جبدو من السبيطار، قال لك انت جبتي من السبيطار الوراق ديال الطبيب ديال السبيطار، راه انت اللي مخرجها ياك الفاشل. وسالة التحاليل وكرة حكموا لهم بالنسب، كرة كاع ما بقى يقلب على النسب ديالو فين هو. شي المحكمة كانت كتظلم، اقسم بالله كاع ما يخرجوا لهم الخبرة، هذا كاع ما مديني المحكمة دارت معكم عام مزيان، عطاتكم الخبرة مزيانة، ما كانت تحكم لكم ثبوت النسب إلا كانت هادشي فري. كوكا الكاغيك، كوكا ما كانش قاعد، هذا كاين كاين الفاتحة، كاين الفاتحة، انت درتي شي فاتحة ديال الفاتحة؟ كانت كيقولوا الفاتحه، هو قال كاينه الفاتحه، شنو نقول لهم؟ قال كاينه الفاتحه ديال ديك الفاتحه، و ما كرهناش نبقاو نتزوجوا بالفاتحه، ما عندهم ما الزين ولا قريعه زياد رجال ولا الزين دابا، وعنده الزين عنده الحمام. السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، ها نحن عدنا اليكم من جديد. اللي اول مره كيشوفنا ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالنا. اخواني المشاهدين، موضوعنا اليوم شتي يعني بزاف ديال اليوتيوبرات اللي ولاو يهضروا على عادل الميلودي والضجه اللي راها صاريه. اخواني اخواتي الكرام، هذه ضجه كبيره راها صاريه ما بين عزيز اللي كيقول عزيز الخطابي وما بين عادل الميلودي. عادل الميلودي كما سمعتوا معايا في الفيديو انه كيتبرأ من هذاك مع عزيز، كيقول لك بانه هو ماشي ولدي وراه عندي ما يفيد، وهو كيقول بفمه قال لك سيدي عادل انه عنده ما يفيد. يعني كما شفتوا اخواني اخواتي الكرام، يعني انا ما بغيتش نبين يعني هذوك الوراقي ولا الاخر، لانه قال لك اسيدي دار لاديين في اسبانيا وخرج ديك لاديين بانه ماشي عزيز ماشي ولده. وحدين كيخرجوا لي كومونتيرات كيقول لك اودي لا هذه قابله للزوار يقدروا يزوروها، يعني كيقول لك اودي ان ديك الوثيقه اللي خارج المغرب غير معترف بها. ولكن ما تسبقوش الاحداث اخوان المشاهدين، ان عادل كيقول لكم عنده ما يفيد، عادل كيقول لكم انه عنده الاثبات وعنده ما يفيد، وقال لك سيدي المفاجأة، يعني واحد المفاجأة، واحد قنبلة الموسم هذه كيسميوها، يعني واحد المفاجأة بان كما قال لك سيدي يعني الام ديالو كانت عارفة وكانت يعني وساكتة. مهم حنا ما نديوش على رقبتنا حتى نتأكدوا، حتى نتأكدوا. يعني قال لك ودي داروا لا دي ان، يعني احتمتوا نهار مهم زوجة عادل الميلودي تلاقات مع عزيز في واحد في قنيطره، في واحد البلاصه مجيت واحد لا بومب نتاع ليسونس، وقالت له اعطيني واحد العين واحد الشعره ودفله باش نتاكد هو عفوا. وهذا الفيديو راه هضر دجا وزكاو عليه اليوتيوبرات وداروا مع عفوا زكاو عليه اليوتيوبرات، ونضر دجا كبيره ما بغوش اليوتيوبرات علاش عطيتها علاش عطيتها. المهم عطاتهم عطاها ديك كما نقولوا الشعره والطفله، هي هما هزوها ومشاو لاسبانيا وداروا بها لا دي ان. وكما نقولوا راه بزاف ديال اليوتيوبرات اللي خرجوا
بهذاك لا فيديو وخرجوا بواحد الوثيقه وبان كيقولوا باللي داروا لاضيعين وهذاك هذيك لاضيعين انها خرجت يعني لصالح عادل الميلودي وكيبين في ديك الورقه كتبين بانه ماشي ولدو وهو خرج مهم خرج لجميع المنابر الاعلاميه واعترف بالامنيه بانها البنت ديالو اعترف بانها البنت ديالو اخواني اخواتي المشاهدين وراها باقيه معاه في الدار وراها معاه في الدار كيقول لكم عزيزه مكرمه وخرج راكم شفتوا في بزاف ديال الفيديوهات بزاف ديال اللايفات خرج شرشم الكبيره شرشم المهم خرج طول وعرض في الكبيره خرج في طول وعرض في بنت خوه مول الجيري مهم في عزيز مهم في دوك الناس بزاف ديال الصوالح يعني دركي عادل الميلودي قال لك انه غادي تكون واحد المفاجاه كبيره من بعد ما غادي يدير يكمل لا دي ان هنا في المغرب اللي راهم عاطينهم في لادات يمكن في شهر 11 غادي يكمل لا دي ان وغادي يخرج وغادي يقول لهم شكون هو باه يعني عادل الميلودي عارف بلي شكون هو باه ودركي هو عادل الميلودي كيطالب بلا دي ان وراه باغي لا دي ان وحنا ما كنبغيو لا على هذا ولا على هذا ولكن بنادم يزيد مع الحق بنادم يزيد مع الحق الا كان ولده هي هذيك ما كانش ولده الله غالب الطالب ولكن هو خرج عادل الميلودي وقال لك بان راه عنده ما يثبت وغادي يقول لكم شكون هو با يعني قال لك ما تقلقوش قال لك ما بغاش يزرب وما بغاش يقولوا بان حتى تخرج لاضيئين هو كيطالب لاضيئين وباغي يدير لاضيئين في الاول كنا نقولوا ما بغاش يدير لاضيئين هو قال المهم كانوا يعني بزاف ديال الناس اللي قال لك بدي عادل ما كانش باغي لاضيئين ولكن قال لك اليوم مين تاكد قال لك شكون عرف بلي انه شكون هو باه وعرف شكون هو الاب ديالو ومن ثم قال لك سيدي راه يطالب لاضيئين باش يدير لاضيئين باش يوري المغاربة ويكتشف المغاربة بأنه كان عزيز غيوش على المغاربة وكانت الأم ديالو اللي هي الكبيرة احنا ما نهضرش فيها لأنها امرأة الله يخليها لوليداتها أنها هي كانت عارفة وحد الآن عارفة بلي أنه شكون هو باه ولكن ما بغاش تقول وعزيز كيقول لك انا يا عاوتاني متاكد بلي انه با ومتاكد بلي تاتا وحنا غادي نديروا لاضيئين مهم مع العلم ان عادل الميلودي نهار عطاتو نهار الزوجه ديالو تلاقاو عيطوا له في مشيت لابون تاع ليسونس المهم في البلاصه في قنيطره وعطاها دفله حاشاكم وعطاها عينه من الشعره ديالو من بعد هي مشات مين هزو داكشي مشاو لاسبانيا موراها داروا التحاليل باش يتاكدوا قالك مين تاكدوا ان قالك مين خرج لاضيئين اتاكدوا بانه المفاجاه الكبيره انه ماشي الولد ديالهم ولكن خرجوا بعض الناس كيكومونطيو كيقولك انه غير معترف بها من خارج البلاد غير معترف ديك الوثيقه غير معترف بها ولكن راه المفاجاه الكبيره غادي تكون وراه غادي يدير لاضيئين قال لك هنا في المغرب يعني باقي لاضيئين هنا اللي راه حاكمه بها المحكمه وتما بنادم غادي يعرف واش فعلا ولده ولا ماشي ولده وهنا غادي تفرجق كما نقولوا تفرق الجوق مهم ما تقلقوش تحياتي لكم اخواني المشاهدين ما نطولش عليكم ما تنساوش ديروا اشتراك بالقناه ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد وتحياتي لكم الى فيديو قادم إن شاء الله.